السلام عليكم ورحمة الله. حنجول الليكتشر 4 اللي هي التايتل اللي خاص بها الفريكونسي ريسبونس للبيسك اليمنتس اند الكومبلكس نمبرز. تمام؟ فنجول هنا بندرسه اول شيء بندرسه الفريكونسي ريسبونس اوف ذا بيسك اليمنتس اللي هم البيسك اليمنتس حيكونوا حندرسوا الفريكونسي ريسبونس عليه الريزيستر وعليه الكاباسيتر وعليه الاندكتور وبنشوفوا كيف ياثر فيهم. تمام؟ فبنجو اول شيء للايديل ريسبونس تمام للريزيستر ار. تمام؟ فهنا زي ما نشوفوا في الكيرف اللي امامنا الكولوم اكس يوضح لي الفريكونسي بكيلو هرتز والمحور واي يوضح لي الريزيستر تمام بالاوم. فعندي شوفوا هنا فقال لك ان بتغير الفريكونسي مثلا عندي من الزيرو ل 20 كيلو هرتز فالار قاعده شيني كونستانت ثابته عند جميع التغيرات. تمام؟ فشيني هنا استنتجنا ان المقاومه هنا مش حتتغير بتغير التردد. هنا شوفوا قاعده ثابته عند التردد اللي قيمته 5 كيلو هرتز قاعده قيمتها 22 اوم، عند ال 15 كيلو هرتز قاعده قيمتها 22 اوم، وكذلك عند ال 20 كيلو هرتز قاعده قيمتها كونستانت عند 22 اوم. بعدين نجوا لي الاندكتر ال. تمام؟ في حاله الايديال اندكتر طبعا عندي الاكس اوف ال المعوقه بتاعها شو بتساوي؟ بتساوي لي اوميجا ال، وعندنا الاوميجا شو بتساوي؟ قلنا 2 باي اف. تمام؟ وعندك اوريدي ال، فلو اني انا قلت هنا 2 باي ال هذا ثابت. تمام؟ ولكن شو بنغير انا؟ 2 هذه ثابت والباي ثابت والال الاندكتانس اللي خاصه بالمكتف حتكون ثابته، لكن شو بنغير؟ حنقعد نغير في المكتف. سوري حنغير في شنو؟ في الفريكونسي. تمام؟ فعندي هذا 2 باي ال عباره على كي وعندي مضروبه في الاف، حيث ان كي قال لك هو عباره على 2 باي ال الثابت. لو اني هنا جيت وقلت ان معادله الخط المستقيم واي بتساوي ام اكس بلس بي، حيث ان هنا عندي ام اللي هي شنو بتمثل لي؟ بتمثل لي ثابت كي، وعندي الاكس هنا شنو بيمثل لي؟ نجو هنا للفقره و عندي اكس شنو بيمثل لي؟ بيمثل لي محور اكس اللي هو عباره عليه الاف. تمام؟ وما عنديش هنا مش متقاطع الخط هذا او الخط هذا مع المحور اكس او واي، فعند بنقوله بلس بي اللي هي بتساوي بزيرو. فعندي واي بتساوي شنو؟ كي اف. هنا شو بندير انا؟ بنجي بنعوض في كل مره. تمام؟ بنعوض في قيمة الاف بقيمة معينة، فعندي اكس ال شو قلنا بتساوي 2 باي اف ال، فبنقول المرة الأولى بتساوي بنعوض بقيمة الاف بتساوي 0 هرتز، إذا الاكس اوف ال قديش بتساوي؟ حتساوي 0 اوم. إذا كان الكيرف هذا اللي أمامي بيمثل لي الاكس اوف ال فيرسس الفريكونسي، عندي المحور اكس هذا يمثل لي الفريكونسي بالكيلو هرتز، والمحور واي بيمثل لي الاكس ال ب الكيلو اوم. لما شوف لما كان الفريكونسي قيمته 0 هرتز فكانت قيمه الاكس اوف ال قداش؟ كانت قيمتها بزيرو. بعدين انا كل ما نزيد في قيمه التردد، لو كان وقلت هنا مثلا عند ال 5 كيلو تمام فبتطلع لي قيمه، بعدين بنقول عند ال 10 كيلو هرتز بنعوض بقيمه الاف حتعطيني قيمه. لو ان انت هنا يجي بتفرض شنو؟ بتفرض للال قيمه ثابته، نفترض ان مثلا 10 هنري وبعدين 2 باي في ال 10 هنري هذا الثابت، بعدين نقعد نغير في قيمه الاف من الزيرو لعند ال 20 كل مره ناخذ قراءه. تمام؟ عند الزيرو هرتز حتعطيني الاكس اوف ال شني؟ 0 اوم. وبعدين كل ما زاد قيمه التردد كل ما بتزيد قيمه الاكس اوف ال. تمام؟ كل ما بتزيد قيمه التردد كل ما زادت قيمه الاكس ال. وهنا كل ما زادت ال، شوف كل ما زادت قلنا شني؟ الاف، كل ما بتزيد راهو قيمه الاكس اوف ال. بعدين شن قال لي؟ شوف قال لك اكس اوف ال بتساوي شني؟ 0 اوم عند شني؟ عند التردد اللي قيمته شني؟ 0 هرتز.
هنا قال لك اعطاك ملاحظه، قال لك عند التردد 0 هرتز الاندكتر خيره، قال لك تيكس ذا كاركترستس لشني للشورت سيركت. ما دام معوقه الملف هنا يا سوري معوقه الملف الاندكتر اعطتني قيمتها ب 0 اوم، اذا وكان الملف هنا يعمل لي عمل الشورت سيركت. قلنا يعمل عمل الشورت سيركت عند تردد قيمته 0 هرتز، علاش؟ لان معوقته بتساوي 0 اوم وكان مش موجود في الدائره، مع ان كان السلك، ولهذا قلنا يعمل عمل الشورت سيركت. لكن عند الترددات الكبيره رو اكس اوف ال حيكون قيمتها كبيره جدا. ما دام قيمتها كبيره جدا معناها مش حتسمح بمرور التيار، احنا نعرفوا ان السلك لما تكون معوقته كبيره جدا معناها مش حيسمح لي بمرور التيار، ولما ما يسمحش بمرور التيار معناها شني؟ حيعمل لي عمل الاوبن سيركت. اذا هنا استنتجنا شني؟ استنتجنا ان الملف في حاله الترددات الصغيره حيعمل لي او عند 0 هرتز حيعمل لي شني؟ عمل الشورت سيركت، وعند الترددات الكبيره جدا حيعمل لي عمل الاوبن سيركت، مش حيسمح لي بمرور التيار لان معوقته حتكون كبيره جدا. تمام، هذا باختصار. بعدين نجو بالنسبه للمكتف، عندي اكس اوف سي شن بتساوي 1 على 2 باي اف سي. تمام، هنا شنو حيكون متغير عندي؟ حتكون ال 2 باي هذا ثابت، والسي الكباسيتنس اللي خاصه بالمكتف حتكون ثابته، حنقعد نغير في قيمه التردد وبنشوف تاثيره عليه الاكس سي. تمام، فمن الكيرف هذا اذا كان انا قلت الاكس اوف سي شنو بتساوي؟ 1 على 2 باي اف سي. تمام، فبنقول بيساوي 1 على 2 باي، اذا كان انا عوضت هنا بقيمه الاف بتساوي 0 هرتز حيعطيني الاكس اوف سي راهو قيمتها ما لا نهايه، قيمه كبيره جدا. من هنا من الكيرف عندي المحور اكس بيمثل لي الفريكونسي بالكيلو هرتز، هذا المحور واي حيمثل لي الاكس اوف سي بالكيلو اوم. إذا كان شني؟ إذا كان أنا قلت الإكس أوف سي عوضت هنا المرة الأولى بقيمة الإف بتساوي 0 هرتز أعطتني ما لا نهاية، إذا شني؟ عند الترددات الصغيرة راهو بيعمل المكتف عامل الأوبن سيركت، علاش؟ لأن المعوقة متاع الإكس أوف سي كبيرة جدا معناها مش حتسمح لي بمرور التيار، إذا شني؟ حتعمل لي عامل الأوبن سيركت. هنايا لو إني نجيت وهنايا زدت في قيمة الإف مثلا خديتها 15 كيلو اوم، فحنقى قيمة الاكس اوف سي، كل ما زادت قيمة الفريكونسي كل ما بتقل قيمة الاكس اوف سي، معناها عند الترددات الكبيرة راهو الاكس اوف سي بتكون صغيرة جدا، ولهذا شني؟ وكأن ماليش معوقة، ومعوقة ضئيلة جدا، ولهذا شني؟ حيعمل لي عمل الشورت سيركت وين؟ عند الترددات الكبيرة. إذا الكلام هنا شني؟ عكس الملف. الملف عند الترددات الصغيرة حيعمل لي عمل الشورت سيركت، في حين ان المكتف عند الترددات الصغيرة او عند 0 هرتز حيعمل لي عمل الاوبن، وبعكس هنا عند الترددات الكبيرة المكتف حيعمل لي عمل الشورت سيركت، اما بالنسبة للملف عند الترددات الكبيرة حيعمل لي عمل الاوبن سيركت. تمام؟ بعدين هنا الفيجر هذا يوضح لك البراكتيكال ريسبونس للار. تمام، هنا زي ما تقول يوضح لك هنا قيم الفريكونسي لعند الميجا هرتز، والكولم هذا يوضح لي شني؟ يوضح لي قيمه المقاومات. طبعا هذه عندي الايديال ريسبونس لعند العشره تقريبا الميجا هرتز. تمام، وبعدين هذه عندي البراكتيكال ريسبونس. نجو هنايا الاندكتر ال، عندي البراكتيكال ايكوفيلنت سيركت للاندكتر، هذه البراكتيكال هذه الدائره العمليه المكافئه للملف اللي هي عباره على ار اس، عندي ال وعندي سي بي، وهنايا شنو حيتأنى شني؟ عندي ال هذه الاندكتانس، وعندي ار اس هذه مقاومه متصله مع الملف على التوالي، وعندي هنايا مكتف سي بي هذا متصل مع شني؟ مع الملف على التوازي. تمام، نجو هنايا بالنسبه للبراكتيكال ايكوفيلنت سيركت للكاباسيتر، عندي ال اس هذا الملف متصل على التوالي مع الدائره هذه، عندي سي كاباسيتنس، عندي ار اس مقاومه متصله مع على التوالي، وعندي ار بي اللي هي شني؟ عندي مقاومه متصله مع المقاومه ار اس وسي على التوازي، ولهنا قلنا بارالل بي اس سيريس اس سيريس. تمام، فنجو اكزامبل هنايا، قال لك عند اي فريكونسي الريكتانس اللي قيمتها 200 ملي هنري اندكتر
قال لك ماتش ذا ريزيستانس ليفل عند قيمه المقاومه بتاعها سوري 5 كيلو اوم. تمام بقى. فحني هنايا قال لك عند اي تردد حتتساوى شني قيمه الاندكتانس الريكتانس اللي خاصه بالملف مع المقاومه اللي قيمتها 5 كيلو اوم. فهنا ايش بنجيب ندير؟ بنقول ان الار بتساوي 5000 اوم اللي هي لازم نساوي شني الاندكتانس بالريكتانس الريكتانس بالريزستر. تمام. فعندي ار بتساوي 5 كيلو اوم بنساويها بالاكس ال باش انيش نتحصل عند اي تردد حيتساوي مع بعض اللي هو لاحقا حندرس دراء دوائر الرنين. فبنقولوا امتى يحدث الرنين؟ لما مثلا على سبيل المثال دائره فيها ار وال لما تساوي الار حتساوي لي ال تمام او الاكس ال سوري. فعندي ار بتساوي 5 كيلو اوم اللي هي بنساويها بالاكس ال. فحيقعد عندي المجهول شيني اف اللي هو اوريدي مطلوب. قال عند اي فريكوانسي حيشيني حيصير ماتش ما بين الريزيستر والاندكتر. فبنقول اكس ال بتساوي 2 باي اف ال اللي هي بتساوي شيني 2 باي عند الاف بي عندي الاف هو المجهول وعندك ال قيمتها قداش 200 ملي هنا معنا بنقول 200 في العشرة أس ناقص 3. فهنا يا شن بتصبح عندي القيمة هذه 1.257 اف. حيقعد عندي المجهول شني اف عندي القيمة هذه بتساوي شني بتساوي الخمسة كيلو اوم. اذا الاف شن بتساوي الخمسة لاف هيرتز على القيمة هي على 1.257 حيطلع عند التردد شيني تقريبيا 3.98 كيلو هرتز. بعدين هنايا شو بندرسه؟ بندرسه الباور ديليفرد عند كل زمن لحظي بالنسبه للموجه. تمام بقى. فهنايا شوف عند كل زمن لحظي حنلقوا فيه قيمه للتردد. هنا لو ان عندي مقاومه قيمتها 2 اوم فعندي هنا كده حيكون بين طرفيها اذا كان انا وصلت في مصدر جهد حيكون فيه تيار. عند مثلا عندي هنا الموجه اللي امامنا ساين ويف هذه سينوسايدال ساين ويف. تمام. فعندي الكولم هذا يمثل لي الفي ار والكولم هذا يمثل لي اوميجا تي. تمام بالراد. عند هنا عند البيك هذه عندي 8 فولت. فهنا عندي اي ار شو بتساوي؟ حتساوي لي 4 امبير. كيف جد؟ لان هنا قلت انا الفي قيمتها على الار 8 فبنقول 8 عليه 2 حيعطيني ال 4 امبير باستخدام قانون اوم. بنجيب الباور بتساوي اي ار سكوير في الار. تمام؟ اي سكوير ار في الار هي بتساوي 32 هي بتربع الاي هي 4 في الاربع ب 16 في 2 قيمه الار حتعطيك شني 32 واط. عند النقطه هذه حتلقى ان قيمه الجهد قداش قيمتها زيرو اذا الباور حتعطيني بزيرو. عند النقطه هي تمام احنا هنا عندها عند النقطه هذه قيمه الفولت ماينس 8 فولت. فلكن هنا حناخذ المقدار بس ما يهمنيش الاشاره. فبنقول اذا الباور هنا حتكون قيمتها بقداش ب 32 واط نفس هذه. قال لك بالرغم هنا ملاحظة بالرغم من إن شيني في قيمة موجبة وفي قيمة سالبة المفروض يضغوا بعض لكن لا عند كل زمن لحظي حتكون شيني حتكون في باور معينة للسيستم. تمام بقى. فقال لك هنا الحقيقة اللي تقول إن شيني لو إنني هذا الكيرف جيت بنرسم تاني الباور فيرسس التايم فور البيورلي ريزيستيف لود. تمام. عندي هنا الزمن وعندي هنا شيني الباور اللي استنتجتها منين؟ اللي استنتجتها من الشكل هذا. فشوف لما عند قلنا عند الجهد لما كان عندك جهد عند 8 فولت التيار كان قيمته قداش؟ 4 امبير. لما هنا الجهد كان قيمته 4 فولت تقريبيا قداش التيار كان قيمته 2 امبير والباور 8 واط. عند الجهد لما كان 0 فولت التيار كان قيمته 0 امبير والباور حتكون قيمتها 0 و 0 واط. عند النقطة هذه الجهد قداش قيمته 8 فولت والتيار كانت 4 امبير والباور 32 واط. فمنجي نرسم هذه نرسم الجهد والتيار والباور في كل حالة في الكيرف هو. تمام بح. فعندي هنا عندي 8 فولت وهنا عندي 0 فبترسم بهالشكل. باهي لما تجي ترسمهم هنا عندك 4 2 0 تمام وعندك ال 4 او شوف عندك 0 4 2 0
هتلاقي التوصفة عشيني ماينس 2 ماينس 4 وصفر. نفس الشيء بالنسبة للجهد. بعدين بالنسبة للباور عند 8 فولت قداش عطتني؟ عطتني 32 واط. نفس الشيء بعدين عند هنايا عند 8 فولت عطتني 32، عند الزيرو عطتني 0 واط. فهنا شوف قال لك اللي فوق اللي بالبوزيتيف عندي شيني، قال لك هذه الباور ديليفرد تو ذا اليمنت باي ذا سورس، هذه الباور اللي شيني اللي استقبلتها الريزيستانس. طبعا هاي الاليمنت اللي عباره عليه ريزيستانس بواسطه السورس بواسطه يا اما مصدر جهد يا اما مصدر التيار. وهنا شيني الباور اللي ريتيرند من السورس ل الريتيرند تو ذا سورس باي ذا اليمنت، هذه الباور اللي راجعه من السورس من الريزيستر للسورس. تمام. لاحظوا عندك هنايا 4 في 8 اعطتني 32، وهنا ماينس 4 في الماينس 8 اعطاك حتى هو 32. تمام. فهذا عندي الافرج فاليو وين اللي فوق البوزيتيف اكسس. تمام. فقال لك هذه الافرج فاليو او الريال باور، يسموها هذه الافرج او الريال باور، يا افرج باور يا اما الريال باور. تمام. فاحنا اللي نعرف فيما فات عندنا البي افرج شنو بتساوي؟ في ام في الاي ام عليه 2. تمام. الفي ام اللي هي عباره على جذر 2 في الفي ار ام اس، وعندي الاي ام اللي بتساوي جذر 2 في الاي ار ام اس على 2. تمام. هنا شنو بيصبح عندي؟ جذر 2 في جذر 2 حيعطيني 2، في ار ام اس في الاي ار ام اس على 2، تمشي 2 على 2. اذا الباور افرج بدلاله الفي ار ام اس والاي ار ام اس اللي عباره الحاصل ضرب الفي ار ام اس في الاي ار ام اس. هنا قال لك نبو نحسبوا الباور اللي ديليفرد وين؟ ان السينوسويدال اي سي نتورك. تمام. هنا عندي نتورك مبكري، هنا حسبنا الباور افرج لميني؟ لعنصر واحد اللي هو للريزستر. تمام. فبنجو هنا بنحسبه الباور اللي بيستقبلها شيني السينوسويدال اي سي نتورك، هذا اللود عباره عليه نتورك. اذا انا عندي التيار اي شنو بيساوي بصفه عامه؟ اي ام ساين اوميجا تي بلس سيتا اي، وعندي الفي شنو بتساوي؟ في ام ساين اوميجا تي بلس سيتا في. فعندي البي بتساوي في في الاي، فبنضرب القيمه هذه في القيمه هذه. تمام. اذا في ام ساين اوميجا تي بلس سيتا في في الاي ام ساين اوميجا تي بلس سيتا اي. نضرب هذا اي ام في الفي ام او في ام في الاي ام، بعدين تقعد عندي شيني نضرب الزوايا ساين اوميجا تي بلس سيتا في في ساين اوميجا تي بلس سيتا اي، سيتا في لان هنا عندي جهد وسيتا اي هنا نسبه للاي. فهنا ما بنقدرش نضرب الا باستخدام قانون المتطابقات، يقول لك ان ساين A في ساين B بتساوي شيني؟ هذا قانون عام، كوساين A ماينس B ماينس كوساين الA بلس الB على 2. تمام؟ فعندي هنا ساين اوميجا تي بلس السيتا في في ساين اوميجا تي بلس سيتا اي، بنجيب نعوضه هنا بهم في القانون هذا، اللي هو شو بيساوي؟ بيساوي لي كوساين، هذه كوساين A اللي هي هذه وادي البي. تمام. فعندي فاذا قلنا هذه ساين اي في ساين بي، فهذه اي وهذه بي، فبنقول هنا بنعوض هنا بنقول كوساين هذه قيمه الاي ماينس قيمه البي، دي ناقص كوساين هذه الاي بلس البي على شنو؟ على 2. فعندي هنا اوميجا تي ماينس اوميجا تي، هادم بيمشوا مع بعض. تمام. وعندك هنا سيتا في ماينس سيتا اي تقعد زي ما هي، اذا كوساين سيتا في ماينس سيتا اي او المقدار الاول ماينس كوساين، عندك هنا اوميجا تي بلس الاوميجا تي حتعطيني 2 اوميجا تي بلس سيتا في بلس سيتا اي على 2. تمام. فعندي البي هنا شنو بتساوي؟ المقدار الاول بنجزء هذا اللي هو شيني عندي، وهذا المقدار الثاني. فعندي سادات قال لك البي شنو بتساوي؟ البي بتساوي في ام في الاي ام عليه 2، من جهه الفي ام في الاي ام اللي هي هذه في ام في الاي ام، هذه المعادله الرئيسيه. وبعدين نجي نضربها وين؟ نضربها في هنايا
في المقدار هو. معنى شيء المفروض نضرب هذا اللي تحصلت عليه عبارة على مين؟ على ساين اي في ساين بي. ما زال أنا عندي شني؟ عندي في ام في الاي ام، معناه بجي تضرب المقدار هذا كله في الفي ام في الاي ام، في ام في الاي ام، بعدين بتوزع بتقول في ام في الاي ام في كوساين سيتا في ماينس سيتا اي على 2 هو المقدار الاول هذا، وبنوزع في ام في الاي ام في الماينس عندي هنا كوساين 2 اوميجا تي بلس سيتا في بلس سيتا اي على 2 اللي هو المقدار هذا. فهنا ايش قال لك البي؟ قال لك لاحظ ان المقدار هذا شني؟ فيكسد فاليو، تمام، وهذا شني؟ تايم فارينج، وهذا متغير مع الزمن، تمام، لان في تي، تمام. فقال لك حيث ان هنا السيتا في ماينس السيتا اي هذه سيتا في ماينس سيتا اي هذه يسموها شني؟ يسموها الفيس انجل ما بين الفي والاي، هذه يسموها الفيس انجل، تمام، اللي هي شني؟ زاويه الطور ما بين الفي والاي، تمام. قال لك ما يهمش اذا كان قلت السي في ماينس السيتا اي او قلت السيتا اي ماينس سيتا في، لان عندك ماينس الفا بتساوي شني؟ كوساين الفا. عندك هنا كوساين ماينس الفا هو نفسه شني؟ كوساين الفا، تمام. فزي ما قلنا هنا قال لك الماجنتيود اللي الافرج باور ما يعتمدش عليه ان الام شني اللي بيسبق، اما هو اللي بيسبق الجهد او التيار، او التيار هو اللي سبق الجهد، حيث ان هنا ناخذها بين علامه المقدار سيتا في ماينس سيتا اي، لو اعطتني بالسالب هي نفسها لو انها بالموجب. فعندي البي هذه الثابته صح، هذه فيكسد فاليو اللي هي شيء بتساوي في ام اي ام على 2 في كوساين، هذه نسميها سيتا، حيث ان شني سيتا هي عباره على السيتا في ماينس سيتا اي، تمام. فعندي البي بتساوي في ام على جذر 2، لو اني ضربت هنا في جذر 2 وجذر 2 حيعطيني نفسها 2، جذر 2 في جذر 2 حيعطيني 2، بعدين بنوصل لشيء، فبنقول في ام على جذر 2 في الاي ام على جذر 2 في كوساين سيتا اللي هي هذه، هي نفس المعادله هذه، لما نجي نضرب اي ام في بي ام حيعطيني اي ام في ام كوساين سيتا كوساين سيتا، وجذر 2 في جذر 2 حيعطيني ال 2. فعندي الفي افكت او في ار مس فاليو شو بتساوي؟ في ام على جذر 2، وعندي الاي افكت مدروس اللي فات وشو بتساوي؟ اي ام على جذر 2. فهنا توصلت ان البي بتساوي شني؟ في ار مس، او الفي هذه الافكت هي نفسها ار مس، والاي افكت هي نفسها الاي ار مس، فنقول بتساوي الفي ار مس في الاي ار مس في كوساين السيتا. بعدين نجو هنايا